السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أعزائي التلاميذ، أرحب بكم في حصة جديدة من حصص مادة الرياضيات مستوى سنة أولى بكالوريا علوم رياضي. إن شاء الله اليوم غادي نشوفوا لا بارتي 3 في كيفاش يمكن لينا نحسبوا واحد ليميت ولا نمونطخي واحد ليميت أون أوتيليزون سولمون لا ديفينيسيون ديال لا ليميت. إي دايوغ ديجا درت واحد دو فيديو، هذا لا تخوازيام فيديو في هاد البارتي بالضبط اللي تيلقاو فيها مشاكل، يعني كيفاش نبروفي واحد ليميت en utilisant seulement la définition. Donc, هنا الله يرضي عليكم باش ما نضيعش الوقت، غادي نهتم بالليميت اللي تتكتب على هذا الشكل هذا. داكوغ، الليميت ديال اف اكس كون اكس تنفيغ واحد العدد كتساوي بلوس انفيني باغ ديفينيسيون. ها هي لا ديفينيسيون، ها هي شنو تتعني. كيلكو سوا ام كبر من زيرو، إل اكزيست واحد الفا بوزيتيف، مادام عندي اكس تنفيغ عدد، دونك إل اكزيست واحد الفا بوزيتيف، كيلكو سوا اكس ابارتيان دي اف، يعني دومي دو ديفينيسيون، لا فالور ابسولي دو كوا x موان هذا عدد صغر من الفا امبلي كو لا فالور ابسولي ديال اف لي اكس راه كبر من ام. دونك كيف ما خدينا ام ديما اف لي اكس اون فالور ابسولي كبر من سا فدير راه ديما طونفيغ، يعني تاخد واحد القيمة كبيرة، يعني طونفيغ بلوس انفين. سي بون، دونك انا باش نمشي باش نفهم هاد لا ديفينيسيون نعرف نطبقها، ناخدو هاد ليكزومبل مونتخي كو ليميت ديال هادي كتساوي بلوس انفين. هادي شنو تتعني؟ الا جينا نكتبوها كوم سا اشنو غادي نجيب؟ باغي نبين هادي او سوفي انا نمونطخي كيلكو سوا ام، لانو هادي تتعني هادشي اللي كتبت لها. كيلكو سوا ام كبر من زيرو، إل اكزيست واحد الفا كبر من زيرو، داكوغ، بويسكو عندي اكس تنفيغ واحد العدد، كيلكو سوا اكس ابارتيان دي اف، لا فالور ابسولي ديال هاد اكس موان هاد العدد صغر من الفا امبلي كو هادي اون فالور ابسولي كبر من ام. نكتبو هادي ان سيغ ان موان اكس، لانو هادي راه هادي هي اف لي اكس او كاري راه صغر من ام. دونك شنو غنمشي ندير انا هنا؟ خاصني نمشي نقلب على هاد لو الفا، وباش نقلب على هاد الفا مين غادي نطالق؟ غادي نحاول نطالق من هنا. هنا باردون كبر من ام، سي با انفيريور كبر من ام، لانو عندنا اف لي اكس تنفيغ بلوس انفيني كبر من ام. هنا عندنا واحد دو داكوغ. سي بون، انا نعاود نكتبها باش تبان ليا مزيان. لا فالور سولي ديال ان سيغ ان موان اكس دو تو او كاري كبر من ام. هادي لا ديفينيسيون خصنا نكونو حافظينها، ما لانو ما ضروري تكون حافظها باش تجاوب. داكوغ، تخي بيان، مي نكون حافظه وفاهمه، ماشي حافظ وفوالا. ها راني كتبت شنو خصني ندير. دونك شنو خصنا نديرو؟ الله يرضى عليك، كنمشي نطلق من هاد لافالور ابسولي هادي، داكوغ، و كنحاول الفا نلقى انه نحاول نلقى هاد الفا هادي. دونك بالنسبة لله يرضي عليكم، اكس ملي تنقول اكس تنفيغ ان، يعني اكس تيقترب من لا دروات ديال ان ومن لا كوش ديال ان، يعني نقدر ناخد اكس ابارتيان مثلا نقدر نجي نكتب هنايا، نجي نكتب سوا ايبسيلون كبر من زيرو، داكوغ، و ناخد إكس أبارتيان مثلا لانترفال زيرو أن أونيون أن دو باغ إكزومبل، و لا أن بلوس أنفيني. علاش حيدت لو أن؟ لأنو أن هاد لا فونكسيون أن مداخلش في الدومين دو ديفينيسيون ديالها، و داكشي علاش حيدت أن. حنا نورمالمون كنا كناخدو إكس أبارتيان أن، كناخدو هو لو سونتر ديال لانترفال، يمكن لينا ناخد إكس في الغالب، كنا كناخدو إكس أبارتيان زيرو دو، وناخد ان كوم فالور سنتريك، يعني واحد يعني ان يكون عندنا هو لو سنتر ديال هذاك الانترفال في الغالب، هادشي اللي تنديرو. مي راه يمكن لك تاخد اي انترفال، اي انترفال غير هو يكون لو ان، ماشي بالضروري يكون ابارتيان بحال هاد لو كادا، لانه ان هنايا ما كاينش في الدومين دو ديفينيسيون، مي يكون تيبان ليا بعدا غير في لا فورم ديال لانترفال. ها هو ان تيبان لينا، مي راه ما كاينش، لانه عاد خديت واحد لانترفال اللي هو اوفير. تري بيان، اذا هنا في هاد لانترفال لا شفتو هاد لانترفال اونيون، كنهضر على الفوازيناج ديال ان. هنا كنهضر من زيرو لواحد، يعني اليسار ديال ان لي فالور اللي صغر من ان، و ان دو كنهضر على لي فالور اللي كبر من ان. كاين اللي كاع ما تيبرزطش راسو بهاد لانترفال، دونك دايما تنقول اكس تنفيغ ان، يعني اكس يسابخوش دو ان. داكوغ، انت راه تفهمها انه سوا يسابخوش دو غوش ولا دو لا دوات. تري بيان، دونك حنا كنمشيو لهادي هاد ليكسبريسيون هادي، غنجي ندير ديما هاد فالور سوا كنمشي ليها باش نحاول نلقى هاد الفا. ا موان اكس تو كاري
ايغال. دونك هاد لافاروسول كنحاول نخرج منها هاد لافاروسول تتبان لينا تقريبا هاد واحد موان اكس كتشبه لهاد اكس موان زان. دونك نقدر هنا هادي نقدر نكتبها كيفاش نقدر ندير ليها. نقدر ندير هنايا سي لافار ابسولي ديال ان لي هي ان على لافار ابسولي ديال هادي لي غتكون هي ان موان اكس او كاري. حنا كنعرفو قاعدة عندنا لافار ابسولي ديال اكس او كاري راه هي اكس او كاري سواء كانت هاد دو هنا لداخل ولا برا. هاد لافار ابسولي كنحيدو متى تكون هنا او كاري سواء كانت لداخل ولا برا نقدر نحيدو لافار ابسولي ونكتبها غير خمسة. هادشي لي درت هنايا. ولافار ابسولي ديال ان راه سي ان لأنه ان بوزيتيف داكوغ. دونك هادشي كامل اللي كيبان لينا هنا داخل إلي بوزيتيف. دونك نقدر نحيد لافار ابسولي ونخليه كما هو بصيغة أخرى بطريقة أخرى. بيسكو هادشي اللي داخل بوزيتيف نقدر نحيد لافار ابسولي لأنو عارف لو سين ونخلي هادشي اللي كاين لداخل. كون كان نيجاتيف ناخد البوزي ديالو. فوالا هاد لي كريتيو نقدر نكتبها كوم سا لأنو أنا باغي إكس موان زان. هنا عندي واحد موان إكس موان إكس دونك هادي نقدر نكتبها كوم سا. علاش؟ لانه عندنا قاعده ملي تنقول اكس او كاري راه كتساوي موان اكس او كاري. ديما شي حاجه او كاري راه كتساوي لوبوزي ديالها او كاري. يعني موان تقدر تحيد لانه هذا راه باغ لوبوزي ديال اكس موان زان راه هو ان موان اكس ولا موان اكس بلس ان اللي هو ان موان اكس. دونك كيفاش دزت من هنا لهنا طبقت غير هاد القاعده هادي شي حاجه او كاري راه كتساوي لوبوزي ديالها او كاري. هادشي اللي كاين هنا لداخل راه هو لوبوزي ديال هذا. داكوغ تخي بيان. من بعد شنو نقدر ندير؟ انا باغي نلقى هاد لو الفا هاد. نقدر هنا نرد عليكم واحد الملاحظة اللي هي اساسية كتبان لي هنايا. كيبان لي هنا لو اكس بقى تيبان عندي غير مرة واحدة. انا شنو غادي ندير؟ باغي نوصل لهاد الريزولت هاديك باغي نعدي هادي راه هي هادي. دونك الا خديت واحد على اكس موان زان او كاري درتو كبر من ام ساي كيفالون دو دير كوا نديرو لافيرس. شنو عندي اكس موان زان تو او كاري كوا صغر من ان سو ام ولا دخلت الغاسين كوم سا غتولي صغر من الغاسين ديال ان سو ام ايكيفالون باردون هنا ماشي سوا ايبسيلون كبار من سوا ام ما عندناش كاع ايبسيلون سوا ان كبار من زيرو. داكوغ فوالا صار ان سو فوالا تخي بيان. من بعد الغاسين ديال هادي راه هو لافار اوبسيون نحيد الدو مع الغاسين ندير لافار اوبسيون ديال اكس موان زيرو. هادي قاعده كنعرفو الغاسين ديال شي حاجه او كاري راه هي لافار اوبسيون ديال هاديك الحاجه. داكوغ دونك انا ندير صغر من ان سو غاسين دابا شنو تيبان لي انا شنو علاش نقلب. كنحاول نطالق تمنا وكنحاول نلقى واحد لينيكاليتي اللي تتشبه لهاد. يعني لقيت دونك هذاك لو الفا اللي كنت كنقلب عليه غادي ناخذ هو غاسين ديال ان سو ان. اذا هنا الامور كان تري رابيد. دونك شنو نقدر نكتب هنايا؟ نقدر نكتب هنا اون برون الفا ايكال غاسين ديال ان سو ان. شنو اللي عندنا دابا؟ أنا الغاسين ديال إكس موان زان. دابا غادي نمشي لهاد لامبليكاسيون اللي عندي هنا. هادي امبليكاسيون نطلق من هنا ودابا خصني نوصل هنايا. عندنا هادي صغر من ألفا سامبلي كوا سامبلي كو إكس موان زان صغر من ألفا قلنا خدينا هي هادي ياك. دونك ندير هي غاسين ديال أن سو إم. فوالا نكملو فهاد الورقة. من بعد شنو غادي ندير؟ سامبلي كوا رفع دي او كاري وهادي او كاري شي يولي عندنا. هادي اللي رفعتها او كاري محيد لي يمكن لي نحيد لافار ابسولي كتكون شحال ماشي مشكل. اكس موان زان او كاري صغر من غاسين ديال ان سو ام او كاري. هنا نقدر نحيد لافار ابسولي متى يكون هاد اكسبريسيون او كاري نقدر نحيد لافار ابسولي. نقدر نكتب غير اكس موان زان تو او كاري داك فوالا نصغر من ان سو ام لان هاد غاسين نحيد معانا ومن بعد ندير لانفيرس ديال هادو لانفيرس باش يولي عندنا ان سو اكس موان زان تو او كاري مالا راه كبر من ام. وهادي شناهي هاد ليكسبريسيون هادي اكزاكتومون هي هادي اكزاكتومون هي هادي. وهادي راه هي اللي باغي نوصل ليها انا هنايا. شنو باغي نوصل؟ باغي نوصل انو لافار ابسولي ديال هادي كبر من ام. دونك دابا شنو غندير؟ نمشي نعوض هادي
اللي هي هذه غادي نعوضها بهذه، والتالي غادي نكون حصلت على هذه لينياليتي. داكوغ؟ دونك شنو نجي نكتب هنايا؟ شاز على غنجي ندير امبليك هذه اكزاكتومون اللي هي هذه اللي هي هذه، غنجي نكتب خمسة ا موان اكس للتو او كاري على صغر من كوا او كبر من كبر من هذا لو ام. دابا شنو درت؟ انطلقت لابليكاسيون ديالي بينت، انطلقت من هنايا وصلت هادي. بمعنى شنو مشيت درت هنا؟ راه مشيت بينت هاد لابليكاسيون، ولكن راني لقيت بينت صحيحه بوغ الفا شحال لقينا كيساوي غاسين ديال ان سو ان. راه ممكن واحد اخر يخدم هادي وخدمها بفالور اخرى ماشي بالضروره غاسين ان سو ام. المهم الله يرضيك ملي تاخذ شي فالور بوغ الفا خاصك على فان، خاص هاد لابليكاسيون تكون فري، دوز من هنا خاصك توصل لهاد. هذا هو الامبورطونس. يعني ممكن واحد اخر ياخذ الفا كتاخذ فالور وحده اخرى. المهم ملي نبقى غادي بدي زامبليكاسيون خصني نوصل لهداك الشيء اللي بغيت. انطلقت من هنايا بواحد الفا عطيتها شنو تتساوي الفا، هنا راه كتبوا اون فونكسيون ديما عندنا الفا هنايا، وكتقلب عليها كتبوا اون فونكسيون ديال داك الشيء اللي كاين. كانت ام كتكتبوا اون فونكسيون ديال ام، كانت ايبسيلون كتكتبوا اون فونكسيون دو ايبسيلون. داكوغ صافي هنا ساليت راني جاوبت. دابا نقول دونك ونجي نكتب دونك ليميت ديال هادي راه هي هادي اكس كون اكس تنفير ان راه هي بلوس لانفين. D'accord, très bien. De même façon, on a regardé d'aller comme chez exemple ou à d'accord. Tout même qu'il est comme de traitement. Donc maintenant, on a des limites de 1 sur racine de x au carré moins 1 quand x tend vers plus l'infini. Je crois que c'est vrai, il est dans le calcul. Il croit que c'est 0. Il y a une autre tête comme plus l'infini, ou à plus 1, 0. Voilà, voyons le montre. اذا هنا شنو غادي ندير؟ غنستعمل واحد ليمي واحد ديفينيسيون مختلفه على هذه. هنا عدد وهنا عندنا لانفيني، هنا العكس، هنا لانفيني وهنا عدد. داكوغ؟ اذا هنا غنطبق واحد القاعده اللي خصنا نكونوا عارفينها. شنو هي القاعده؟ انا شنو تندير؟ انا بغيت نبين هذه شنو خصني نبين. مونطخون كو بلا ما نكتب القاعده نكتبها ديالك نطبق على هذه. دونك شنو نجي ندير هنا؟ الله يرضى عليك، بويسكو عندي هنا عدد غندير كيل كو سوا ايبسيلون كبر من زيرو. داكوغ، بويسكو عندي اكس تنفيغ لانفيني غندير ايل اكزيست هنا اكس تنفيغ بلوس انفيني، غندير ايل اكزيست واحد كرون ام. حنا فوقاش تنديرو ايل اكزيست الفا، ملي تيكون الفا ياخد دي فالور لي تاهما صغار. ايبسيلون فوقاش تنديرو ايبسيلون، تيكون هاد ايبسيلون تياخد فالور لي هما صغار بزاف. داكوغ، الفا دي فالور صغار ماشي بالدار صغار بزاف مي صغار. داكوغ، مي متى تكون عندي اكس تنفيغ بلوس انفيني ولا اكس تنفيغ موان انفيني كنستعملو كرون ام. دونك ايل اكزيست هنا دابا نهضر على بلوس انفيني، ابخي ان شاء الله بارتي لي جيا نهضر متى تكون عندنا هنا موان انفيني هنا ولا هنا. داكوغ، اولا في هاد البلاصة وفي هاد البلاصة. دونك ايل اكزيست واحد كرون ام كيدير بوزيتيف كيلكو سوا اكس ابارتيان دي اف بيان سور. كندير هنا اكس كبر من ام لانه عندنا اكس ام خديتو بوزيتيف و اكس تنفيغ بلوس انفيني، يعني كيف ما خدينا واحد ام ديما غادي يكون اكس تنفيغ بلوس ان. دونك اكس تنفيغ ملي تيكون اكس كبر من واحد العدد اللي هو بوزيتيف سامبل كو لا فالور ابسولو ديال اف لي اكس صغر من ايبسيلون. لا فالور ابسولو ديال هادي نكتبها ديريكتومون، لا فالور ابسولو ديال ديال 1 سور راسين ديال اكس او كاري موز راه صغر من ايبسيلون. لا نورمالمون خصني ندير لافالور ابسولو ديال هادي ناقص زيرو، لافالور ابسولو ديال هادي ناقص زيرو راه هي هاد لا فونكسيون صغر من ايبسيلون. دونك انا خصني نمشي نبين هاد لابليكاسيون، باش نبين هاد لابليكاسيون شنو خصني نقلب على واحد الان. دونك شنو تندير انا؟ توجور كنهتم بهاد لينيكاليتي التانية اكزاكتوم بهاد الفالور ابسولو. اولا اول حاجة ندير سوا ايبسيلون كبر من زيرو. داكوغ، اون اكوا لا فالور ابسولو ديال ان سوغ راسين ديال اكس او كاري موانز ان. هاد الشي كامل بوزيتيف، يمكن نحيد لا فالور ابسولو نكتبو غير ان سوغ راسين ديال اكس او كاري موانز ان. تخي بيان، من بعد شنو نقدر ندير؟ هنا شفتي يبان ليا في هاد لينيكات اكس تبان عندي مرة وحدة، نقدر نطالق من هنايا نجي نكتب اون ولا نطالق من هنايا. دونك هادي دايوغ راه هي هادي، نطالق من عندنا 1 سوغ راسين ديال إكس أو كاري موانز أن، إلا درناها هادي إلا درناها صغر من إبسيلون، هادي راه هي هادي، لأنو هادي راه هي هادي، إلا درناها صغر من إبسيلون،
ça équivaut de dire quoi? نحاول هنا ندير لانفيرس ودي راسين ديال اكس او كاري موانز 1 صغر كبر كي تبدل لو سامبل نتا ندير لانفيرس كبر ان سيرو بعد نرفع هادي او كاري وهادي او كاري تولي اكس او كاري موانز 1 كبر لانه خصني على فا نوصل لواحد اكس تكون كبر من شي حاجه وهاديك الحاجه غادي ناخذها هي انا كنمشي من هنا باش نوصل لهاد هادي ومن بعد كناخذ اي ملي تناخذها كنخدم لابليكاسيون بشكل عادي فوالا هادي رفعنا اوكاري دونك هادي حتى هي اوكاري تولي واحد على ايبسيلون اوكاري بعد موازن الجهه الاخرى تولي اكس اوكاري كبر من واحد زائد واحد على ايبسيلون اوكاري بعد ندخلو الغاسين الى دخلت الغاسين على هادشي اكس كي داير بعدا اكس طون فيغ بلوس انفي يعني اكس تاخد دي فالور بوزيتيف دونك الى دخلت الغاسين هنا بقى ليا اكس وهنا تبقى ليا غاسين ديال ان بلوس ان سور ايبسيلون اوكاري جوستيفي كار اكس راه بوزيتيف راه كبر من زيرو On a x envers plus infini. C'est bien. Donc, d'abord, nous avons l'équivalence. D'abord, nous avons l'écriture. Que tu veux dire? Donc, le m, on a l'écriture. Quand j'ai la règle au mot, je vais faire le jinkton. Donc, maintenant, nous avons l'écriture. Pour ou bien on prend m égale quoi égale à racine de 1 plus 1 sur epsilon au carré on a d'abord on a l'implication de l'implication on a x qui part de 1 d'accord ça implique quoi que x qui part de m va dire d'abord 1 plus 1 sur epsilon au carré mais on va au carré parce qu'à la fin ايبسيلون تبقى تبان ليا هنا ايبسيلون بحده في هاد البلاصه وهاد سوبيريور خاصها ترجع انفيريور بمعنى باش نوصل لهاد النتيجه لانه باش نوصل لهاد النتيجه ايبسيلون تبقى تبان بحده هنا دونك باش تبقى ايبسيلون بحده هنا خصني بعدا نرفع وكان باش نحيد هاد الغاسي هنا تولي اكس وكاري هنا تولي غير ان بلوس ان سو ايبسيلون وكاري من بعد هاد لو ان نجيبو هنا تولي اكس وكاري موانزا كبر من واحد على ايبسيلون وكاري ابخي نقدر ندخل الغاسين علاش نقدر ندخل الغاسين واش عندي الحق موي مادام عندي اكس طون عندي اكس طون فير بلس يعني اكس راه كياخذ دي فالور اللي هما كبار بزاف وبالتالي هادشي غادي يكون بوزيتيف دونك نقدر ندير هنايا اكس او كاري موانز ندخل الغاسين على هادي ندخل فوالا الغاسين على هادي الا دخلنا الغاسين تولي واحد على ايبسيلون لان الغاسين ديال ا هو ا والغاسين ديال ايبسيلون كاري راه هي ايبسيلون نشير على انه اكس راه طون فير بلس انفي يعني تاخذ دي فالور اللي هما كبار هاديك تجيستيفي لي انه هادشي راه بوزيتيف اي من بعد شنو ندير لانفيرس ديال هادو لانفيرس هادا تولي واحد على غاسين ديال اكس او كاري موانزا مالا راسها من ايبسيلون فوالا دابا شنو وصلت وصلت لهادي لقيتها صغر من ايبسيلون هادي راه هي هادي يعني نقدر ندير هنا ان سور سامبلي كو ان سور غاسين ديال اكس او كاري موانزا مالا صغر من ايبسيلون دابا شنو درت راني بينت هاد لامبليكاسيون ديالي ملي خديت ام خديتها هي هاد ليكسبريسيون خديتها اون فونكسيون دو ايبسيلون اي دايور هنا ملي تكون عندنا ام وهنا ايبسيلون رانا عارف انا ام نقلب لها ضروري خصك تبقى اون فونكسيون دو ايبسيلون انطلقت من هنايا بهذا الاختيار اللي اختاريت ولقيت هاد لينيغاليتي هادي باغ امبليكاسيون اون فوا كن جوستيفي كنمونطري هاد لامبليكاسيون ملي كنعطي ام واحد ليكسبريسيون واحد الفالور صافي راني جاوبت على لاكيسيون دونك شنو نجي نكتب دونك ليميت ديال هادي راه هي زيرو هنايا ونكتب الريزلت ديالي شيغ زالاف ميرسي انفينيمون على فوتخ اتونسيون جو فو دون رونديفو لا بروشين فوا ان شاء الله والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته